دونك كيفاش نجمو نحاربوا الالتهابات بالاطعمه الصحيه؟ نعرفوا الناس الكل انه بعض الاطعمه تنجم تسبب لنا في امراض مزمنه، بعض الاطعمه زاده نجم تزيد في خطر الالتهابات في جسمنا، لكن اللافت للانتباه انه احنا برواحنا في ديارنا وحدنا بطبيعه نتبعوا نصائح الطبيب نتاعنا نجمو نبعدوا على الالتهابات هذيا اللي تنجم تكون موجوده في جسمنا بأطعمة صحية. نجمو نتبعوا ريجيم، نتبعوا معناتها خطوات مناسبة باش نكونوا نحافظوا على صحتنا من الالتهابات هذية اللي تنجم تزيدنا. الالتهابات هذية اللي تنجم تكون في المفاصل، تنجم تتسبب في عديد الأمراض كما سكتة الدماغية، تنجم تتسبب في أمراض القلب، تنجم تتسبب في أمراض السكري، في أمراض الزهايمر، معناتها في التهاب المفاصل، عديد الأمراض اللي تنجم تسببها الالتهابات هذية. فما التهابات حادة، فما التهابات أخرى زادة مزمنة. الالتهابات المزمنة اللي هي من الصعب اكتشافها تتفاوت بطبيعة الأسباب متاعها وتتنوع وممكن تكون فما عدوى زادة في الالتهابات هذية، لكن احنا بيان سور ديما عنا الحل، ديما حلنا بين يدينا، ديما حلنا في الحاجة اللي ناكلوها، ديما في الغذاء متاعنا نجمو نلقاو الطريقة الصحية والمناسبة أيضا. دونك النظام الغذائي بالنسبة للإنسان هو ديما اللي يكون معناتها اللي ينجيه من أي حاجة تنجم تصيبه. دونك باش نحكيو أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا باش نعرفوا ممكن أجوبة العديد الأسئلة اللي قاعدة توا تدور في بالكم. تحضر بحثينا في الأستوديو طبيبة مختصة في التغذية مريم توكيبري. مريم مرحبا. مرحبا، عايشك، مرحبا بيك وبريتفاجر فينا الكل. صحة لون الشعار، انت جيت بحثينا المعرفات اما مش هكا لوك جديد. صحة مريم. يعطيك الصحة، شكرا لك عايشك. دونك مريم اليوم نحكيو على الالتهابات اللي تنجم تكون في جسمنا. كما كنت نقول انا توا في المقدمة نتاعي قلت انه فما برشا أطعمة معناتها تنجم تسبب أمراض مزمنة، تنجم تسبب زيادة في خطر الالتهابات في جسمنا، لكن احنا بيان سور ديما فما حاجات نجم نلقفوا بهم رواحنا اللي هما أطعمة صحية. خلينا ساعة نحكيو على الالتهابات هذا كيفاش تنجم تصير في جسم الانسان. هو كما نعرفوا بالنسبه للجسم نتاعنا وقت اللي يكون عنده عنصر تخلى الجسم ويحب يقاومه، اول حاجه باش تخدم لهنا اللي هو الجهاز المناعي نتاعنا. الالتهابات هي نوع من المقاومه لك العناصر هذيك اللي تنجم تكون بكتيريا، تنجم تكون عناصر معناتها كيميائيه اللي الجسم نتاعنا ما يتقبلهاش. الالتهاب هذاك هو شنو هو؟ البدن باش يفرز ديسيتوكين، هذوما مواد اللي هما نعرفوا بهم انه فما التهاب في الجسم نتاعنا. بيان سور هذيك تكون فما كما قلنا عنصر معناتها ان اجون باتوجين، يعني حاجه اللي تقلق الجسم. ينجم الجسم زاد كيف تصير في داخله التهابات، اسبابها تنجم تكون متفرقه. مثلا نجم نذكر من الامراض اللي توا شائعه خاصه هما امراض المفاصل، ليزارتروز. الارتروز هو نوع نتاع التهابات، تنجم تصير التهابات زاد كيف مثلا في الجهاز الهضمي نتاعنا. لي غاستريت اللي هما ينجموا يكونوا السبب نتاعهم اكثر معناتها نيرفو، يبدا الانسان مثلا يعيش في حاله نتاع ستريس، تنجم تكون لي للماكله ديريكتومون، تنجم تكون معناتها امراض وراثيه. دونك هذوما كلهم يعطيو التهابات في الجسم نتاعنا ومش الكل نفيقوا بهم. ساعات نجم تصير التهابات في الجسم ما نفيقوش بها بالكل. دونك الالتهابات هذيا كيفاش نجمو نقاوموها مريم؟ باطعمات نجم تكون هي احنا نعملوها معناتها في الدار وتكون صحيه ونجمو نقاوموا الالتهابات هذيا. هو جوستومون في الماكله نتاعنا لهنا راهو فما حاجات دي سوبستانس اللي هما انتي انفلاماتوار، معناتها مضادات الالتهابات. من اولها نحب نذكر الاوميغا 3. نعرفوا الناس الكل نحكيو على اوميغا 3 اوميغا 6، لهنا راهو فما فرق كبير ما بيناتهم الزوز. الاوميغا 6 راهي تزيد في الالتهابات، الاوميغا 3 تنقص من الالتهابات. اما الاوميغا 3 ما تنجم تكون الفاعليه نتاعها بها كان في شويه اوميغا 6. باش نفسر، معناتها احنا الماكله نتاعنا فيها عناصر نباتيه وعناصر من اصل حيواني. لهنا نحب نقول اللي راهو الماكله النباتيه كلها مضاده للالتهابات. معناتها باش نذكر لهنا مثلا الفاكهه اللي هي فيها برشا اوميغا 3 كيما الزوزه، الججلان، الكاكاويه، الكل فيهم برشا اوميغا 3. البقول
كما العدس، الفول، الحمص، الالياف هذيك اللي تحتويها هي زاده كيف كيف مضاده للالتهابات، على خاطر في الجهاز الهضمي نتاعنا باش تخرج نسمه كبيره من الفضلات، وباش تخرج نسمه كبيره من الجراثيم. فما كيف كيف المقرونه، الكسكسي، الخبز الكامل، الخضره والغلب جميع انواعها كي تكون نيه على خاطر فيها لفيتامين سي، اللي هو نعرفوا كيما توا مثلا في الطقس كي يبدا برد شويه تكثر الالتهابات، دونك لفيتامين سي اللي هي راهي تعدل الجهاز المناعي نتاعو وتحسن من الوظيفه نتاعو. دونك لهنا فيتامين سي راهي فراجيل، دونك نلقاها في الخضره والغله كما قلت، اما اللي ما تكونش طايبه، ما تكونش تعرضت للشمس مثلا حتى باش نقشروا كعب بالقدان، ماذا بينا ناكلوها في وقتها، ما نخليوهاش وقت طويل البراء. دونك هذوما حاجات اللي قد ما نزيدوا فيهم قد ما نقصوا من الاعراض نتاع الالتهابات. الحاجات اللي هي تزيد في الالتهابات، دونك لهنا نمشيو خاصه للماكله اللي من اصل حيوان، دونك عندنا الحليب ومشتقاته كي نكثروا منها راهم يزيدوا في الالتهابات. علاش؟ على خاطر هما بطبيعتهم فيهم لي سيتوكين اللي نحكيو عليهم، العناصر اللي هي تزيد في الالتهابات. فما اللحم الاحمر كيف كيف، كي نقولوا اللحم الاحمر هوني راهو ينجم يكون صحي معناتها اذا كان ناكلوه اليتا، اما كي يولي شاركوتري مثلا كسلامي، جامبون، الحاجات اللي هي تكون مصنعه فيها المضافات الغذائيه راهي تزيد في الالتهابات. دونك لهنا باش نحكيو اكثر في الجسم نتاعنا على زياده الحموضه. وقت ناكلوا ماكله تكون من اصل حيواني مثلا في فطور الصباح باش ناخذوا حاجات اللي هي فيها حاجات حيوانيه مثلا عظم، برشا جبونات، في فطور نص النهار باش ناكلوا اكثر مثلا ساندويتشات اللي فيهم اسكالوب، فيهم سلامي، والا فيهم دجاج معناتها بكميات كبيره. العشاء كيف كيف، ونلغيو من الماكله نتاعنا الخضره والغله، راهو لهنا قاعدين نعرضوا في الجسم نتاعنا المزيد من الالتهابات. كيفاش نعرفوا مريم انه الجسم نتاعنا متعرض للالتهابات؟ فما اللي نحسوهم، دونك لهنا انفلاماسيون معناتها تنجم تكون في الجريجم، في المعده، وجاع في المفاصل، وفما اللي اتخافير دي زاناليس، دونك يسوفي مثلا فما حاجه تنجم تظهر مثلا قلق معين والا وجاع معينين، كي باش نمشيو للطبيب المباشر نتاعنا باش يطلب علينا دي زاناليس باش نلقاو دي زانفلاماسيون. فما امراض اللي هي انفلاماتوار وتكون اوتو ايمون، معناتها البدن وحده قاعد ينتج في الالتهابات هذيك. دونك كيف كيف، قد ما الماكله نتاعنا تكون متوازنه ونزيدوا فيها الحاجات هذوما، قد ما باش نحميو رواحنا من الالتهابات هذيك. بي مريم، فما التهابات حاده وفما زاد التهابات مزمنه، شنو الفرق بيناتهم وكيفاش نجموا لهنا نتعاملوا مع الالتهابات هذوما؟ بالنسبه للالتهابات الحاده اللي هي تجي معناتها نتعرضوا لحاجه معينه اعطت الالتهاب هذاك، مثلا تنجم تكون جرح، نجم تكون انجين والا برونشي تعطي التهابات في الحنجره والانف، نجم تكون حاجه في المعده مثلا اون غاسترونتيريت، التهاب في المعده والمسار، هذوما كلهم التهابات حاده اللي يسوفي باش ناخذوا عليهم تريتمون وناخذوا ماكله تكون توالم الحاله نتاع المرض هذاك باش نقاوموها. الالتهابات المزمنه اللي هي تكون تمشي معنا، نجم نذكر حتى لي مالادي كونسيروز اللي تفعل عليكم اللي هما راهم يتسببوا في التهابات مزمنه، امراض المفاصل كما قلنا لي زاختروز اللي زاختريت، التهابات مزمنه، الزهايمر، مرض السكري. مرض السكري لهنا هو في حد ذاته راه ماهوش مرض معناتها ما يعطيش التهابات، ولكن بالعكس راهو كي يصير التهابات في الجسم نتاعنا باش يطلع السكر شوي. بالنسبه لمريض السكري يكون اكثر عرضه للالتهابات خاطر المناعه نتاعو تكون سورتو كي نحكيو على ديابيت ماهوش اكيليبغي، راهو يكون البدن نتاعو اكثر عرضه للالتهابات. دونك لهنا في هذوما الامراض هما اللي يعطيو التهابات مزمنه، نجم نتعايشوا معاهم اذا كان بالطبيعه معناتها نحترموا الماكله نتاعنا ونمشيو اكثر في ماكله نباتيه. دونك مريم لهنا فما بعض الاطباء اللي يعتقدوا انه الالتهابات عندها خطر كبير على صحتنا، لهنا معناتها شنو ممكن المضاعفات اللي تنجم تسببها الالتهابات هذيا في الجسم نتاع الانسان؟ بالطبيعه هوني راهو المناعه، الجهاز المناعي نتاعنا باش يكون معناها بيرتوربي شويه، دونك تولي اقل مرض ولا اقل بكتيريا ولا اقل حاجه تنجم تؤدي معناتها للصحه نتاعنا لخطر كبير. في نفس الوقت تولي ساعات بارفوا راهو الالتهابات هذوما هما في حد ذاتهم يكونوا عائق في الحياه اليوميه نتاعنا، مثلا بالنسبه للناس اللي يقرا والا بالنسبه للناس اللي يخدموا، اون اختروز مثلا مال سواني والا مال تريتي مع يكون فيها التهابات كبيره برشا، ماكله معناتها ماهيش منظمه، زياده كبيره في الوزن، زياده الوزن زاده كيف كيف راهي تعطي التهابات. دونك هذا ينجم يكون عائق حتى في الحياه اليوميه، مثلا باش يطلعوا دروج، باش يمشيوا على ساقيهم، باش يمارسوا رياضه، باش يعملوا اي حاجه. فما برشا طبعا نلقاو حتى لي زختروز حتى اللي في النيفو نتاع الرقبه حتى عند الصغار اللي عمرهم 25 26 27 سنه، دونك لهنا تولي معناتها عائق حتى في الحياه اليوميه. بالطبيعه ما ننساوش اللي الالتهابات المزمنه اللي هي تكون غولاتيف اون مالادي معينه معناتها كيما اللي سميناهم راهو اون دوا تريتي لا مالادي، دونك هذاك علاش ديما لو تريتمون ديما باش نستشيروا الطبيب نتاعنا في حاله الالتهابات واجب، ولكن احنا باش نحميو رواحنا وباش نقصوا من ليفوليسيون دو لا مالادي لازم باش نتبعوا ماكله تكون متوازنه واللي تعطينا لي سوبستانس هذوما انتي انفلاماتوار. بي
انتبهي مريم بالنسبه للعبيد اللي ياخذوا فيه كورتيكويد، معناتها كيفاش لهنا ينجموا يتعاملوا مع الالتهابات هذه اللي تشكل خطر معناتها على صحتنا؟ اي جوستومون، هو بالنسبه للي زونتي انفلاماتوار اللي معناتها لي تريتمون فما لي كورتيكويد جوستومون، اما هوني ماذا بيا ديما نقول لي كورتيكويد نستعملوهم كون شي باستشاره طبيب، ما ناخذوش وحدنا لي كورتيكويد. لي كورتيكويد وقت اللي يكونوا مثلا على مده طويله مثلا في لي كا دي زاليرجي، بالطبيعه لهنا احنا ولا دوز اول حاجه باش نعملوها باش نقصوا من كميه الملح. على خاطر اذا كان باش ناخذوا كورتيكويد ونقعد ماكلتنا معناتها فيها برشا ملح، كي نقولوا برشا ملح مثلا ماكله نتاع الشارع، باتي سوفلي ملاوي لي فاست فود، خاطر هم يحطوا فيهم كميات كبيره نتاع ملح، بما انه الملح هو في حد ذاته مصبر للحاجات هذيك، دونك لهنا راهو فما ريسك كبير نتاع ديزودام، انفاخ، البدن يتنفخ بالكدا وإيريفيرسيبل معناتها ما يرجعش ينقص الماء هذاك اللي محصور بسهوله. اول حاجه باش نقصوها دونك كيما قلنا اللي هو الملح، نزيدوا في شرب الماء، راهو الماء يعاون الكلاوي باش يخلص الجسم من الماء الزايد هذاك وحتى من لي سوبستانس نتاع الدواء، دونك لهنا يكون الدواء عطا مفعوله ولي سوبستانس اللي قاعدوا من الدواء هذاك تخرج معناتها اترافير الكليبي نتاعنا، دونك شرب الماء مهم برشا. لي ديورتيك باهيين ياسر زاد في معناها في الحاله نتاع لابريز دو كورتيكويد اللي هما مثلا نجمو نسميو كيما طرنجيه، التاي الاخضر، الحاجات اللي هي ورقيه الكل، رند، بسباس كعب، دونك هذوما يزيدوا في الوظائف نتاع الاعضاء اللي في الجسم نتاعنا واللي هي تقوم معناها بتخليص الجسم من الشوائب، الكبده، المعده، والمسار، الكليبي، دونك يوليو يخدموا احسن، الوظيفه نتاعهم تتحسن بالكدا، بالتالي معناتها ما تصيرش مضاعفات نتاع لا بريز دو كورتيكويد. دونك مريم لهنا الملخص معناها يلزمنا نظام غذائي صحي، يلزمنا نكثروا من الحاجات اللي هما ممكن هي اطعمه نجم نسميوها اللي هي مضاده للالتهابات هذه، خلينا نذكروا بهم مره اخرى مريم. دونك قلنا ليزوميغا 3 اللي نلقاوهم في الفاكهه بصفه عامه، نلقاوهم في الحوت الازرق، سردينا، الحوت بصفه عامه معناتها الكل، معناتها لي برودوي دو لا ميغ، فما حتى لاسبيرولين اللي توا ولينا نلقاوها معناتها سو فورم اللي هما الطحالب اللي هي باهيه بالكدا، الفيتامين سي اللي نلقاوها في الخضره والغله بصفه عامه واللي تكون ماذا بينا نيه باش نجموا نلقاو لا فيتامين سي كامله، الالياف اللي كيف كيف موجودين في الخضره والغله في البقول وفي الحبوب الكامله، دونك بصفه عامه معناتها الماكله اللي هي نباتيه، نبعدوا على الماكله اللي من اصل حيواني بكميات كبيره، دونك اولهم اللحم الاحمر، الحليب ومشتقاتهم خاصه كيف يكونوا مالحين ودهنيين برشا هذوك نبعدوا عليهم، ونحاولوا ديما نحسنوا الاختيار في المواد الحيوانيه معناتها باش نختاروا الحوت، اسكالوب دجاج مش بكميات كبيره، وجبن يكون ابيض معناتها هذايا باش ديما نحافظوا على التوازن الغذائي نتاعنا، شرب الماء مهم برشا ما ننساوش خاصه هذاك بالضبط، خاطر هذاك اللي يخلي معناتها الاعضاء نتاعنا تخدم بالكدا. باهي مريم نجموا نقاوموا الالتهابات هذايا ممكن بالفيتامينات والا المكملات الغذائيه تعطي دور بيان سور والا لا؟ بالطبيعه تعطي دور، لان فما مكملات غذائيه نلقاو فيها فيتامين سي، نلقاو فيها زنك، نلقاو فيها سيلينيوم اللي هذوما زوز يعدلوا الجهاز المناعي نتاعنا ويحسنوا في الوظيفه نتاعو. وقتاش نعطيو المكملات الغذائيه؟ مثلا في قبل فصل الشتاء نجموا معناتها باش نعاونوا شويه البدن، مثلا بعد مرضى لطف عليكم مثلا انسان كان مريض وقعد برشا اليتي في الفراش والا خذا برشا دويات، دونك ينجموا اون فوا معناتها برا ناخذوا مكملات غذائيه باش نعزوا المناعه نتاعنا، دونك المكملات الغذائيه هوني راهو موجوده برشا، اما ما ناخذوهاش معناتها بطريقه عشوائيه، يلزم نعرفوا قداش ناخذوها باش الجسم نتاعنا ما يستنسش بها ونعملوا اكثر على الماكله، خاطر الفرق ما بين المكملات الغذائيه والماكله انه الماكله تحتوي على مثلا نقولوا فيتامين سي موجوده في البرغدا نلقاو معاها لاسيد سيتريك، نلقاو معاها الياف اللي هما مع بعضهم يدخلوا اون سينيرجي باش يحسنوا من وظيفه معينه في الجسم نتاعنا، الفيتامين سي اللي نلقاها في الحرب باش ماهيش باش تكون نافعه كيما اللي في القوارص، دونك هذاك علاش نعملوا اكثر ان نحسنوا ماكلتنا، نصلحوا الماكله نتاعنا اكثر من اللي نقولوا هاكا ناكلوا ولا ما ناكلوش ما يقلقش، نمشيو للمكملات الغذائيه اسهل. فوالا ميرسي بوكو مريم توكيبري مختصه في التغذيه على الحضور بحثنا والنصائح هذه الكل اللي قدمتها لنا، احنا باش نكملوا في نسمه العشيه توت سويت نمشيو